للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا داخل الاستوديو الاستاذ حسين سبعاوي الكاتب والباحث السياسي. اهلا ومرحبا بك استاذ حسين. اهلا وسهلا بكم حياكم الله. استاذ حسين، 5 أعوام على بدايه احداث الموصل واكثر من عامين على انتهاء كما اعلن حيدر العبادي على العمليات العسكريه التي حصلت في الموصل واستعاده السيطره من ما يسمى بداعش تنظيم الدوله، لكن كل المؤشرات الحاليه تؤشر وتؤكد أن الأوضاع داخل المدينة ما زالت كما كانت في عام 2014. إذن ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، لأنه لم يكن هناك تحريرا من هذه من هذا التنظيم، بل كان هناك هدف تدمير المدينة، وهذا هو الهدف استراتيجي، وكان لهذا التنظيم يراد له ما بعده. أهالي مدينة الموصل لن يقبلوا ولن يقبلوا بالمشروع الإيراني لولا إدخال هذا التنظيم إليهم. الآن يخيرونهم ما بين هذا التنظيم وما بين المشروع الإيراني. غياب المشروع الوطني جعل أهالي الموصل مخيرين بين سيئين، بين هذا وذاك، ولهذا السبب هو لم يتغير شيء سوى تدمير المدينة. لا يمكن أن أنت اليوم عندما تريد تقاتل تنظيما مسلحا لابد أن تستخدم الأسلحة المناسبة لهذا لمقاتلة هذا التنظيم. الأسلحة المناسبة لمقاتلة أي تنظيمات مسلحة يجب أن تكون أسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة. كيف تستخدم الصواريخ والطيران وتستخدم المدفعية الثقيلة وإلى آخره؟ هذا لا يمكن استخدامه مع أي تنظيم إلا أن تكون هذه المدينة أرض محروقة. كان الهدف هذه المدينة أرض محروقة. والغريب أنه هذا التنظيم أدخل إلى المدينة ولم يدخل، بل أدخل وكفر، والقوات المسلحة لم تنسحب بل هربت. هذه المصطلحات هي تميز كيف تتعامل مع هذا الحدث. مدينة الموصل تغير مجرى التاريخ فيها ما بعد دخول إدخال هذا التنظيم وما بعد خروجه ولحد هذه اللحظة، لأن يراد لها القبول بالمشروع الإيراني وهي عصية على المشروع الإيراني لولا إدخال أمثال هؤلاء إليهم ليسموهم سوء العذاب. والآن يخيرون، تريدون داعش أم نحن؟ وهذا هذا هذا يعني معناه غياب المشروع الوطني، غياب الروح الوطنية، غياب الرجال الوطنيين الذين كيف أنت هل رأيت يعني قوات مسلحة تحرر مدينة تقول نحن حررناكم وهي منا؟ هل هي منا؟ هل توجد قوات اليوم تهرب وتترك جميع أسلحتها؟ 3 فرق بما يقدر 50,000 مقاتل يهربون أمام 300 مسلح؟ هل يعقل هذا؟ طيب هؤلاء القادة والآمرين ألا يفترض أن يحاسبوا من خلال مجالس تحقيقية ومحاكم عسكرية؟ لحد هذه اللحظة لم يحاسب ولا مسؤول على. إذن هناك توافق سياسي وعسكري. على ذكر هؤلاء الفاتحين بين قوسين للمدينة والذين تسببوا بما آلت إليه الأوضاع في الموصل، إلى أي مدى يساهم بقائهم في المشهد بتكرار نفس السيناريو الذي حصل من قبل؟ يا سيدي، الأسباب الموجبة لإزالة التنظيم باقية، لعدم عودة التنظيم هي أسباب نفسها باقية، التي أدخلت التنظيم الأسباب نفسها باقية. ولهذا السبب هو يعطون فرصة لعودة هذا التنظيم إلى المدينة. ولماذا قلت لك أنه يخير السكان اليوم؟ لا توجد قوة حكومية تخير السكان ما بين احتلالين، الإيراني داعش. هذا لا يمكن، هذا يعني معناه غياب المشروع الوطني. فإذا أخي، إذا لم تزل الأسباب الموجبة التي أدت إلى إدخال هذا التنظيم، معناها الأسباب باقية وهناك كل الاحتمالات واردة، وهناك قوة خارجية لا تريد إنهاء هذا التنظيم، لأنه لا يمكن ولن تكون لها كلمة في المدينة بغياب هذا التنظيم، ولا يمكن أن تحيث في الأرض فسادا بغياب هذا التنظيم. ستحاسب. اليوم عندما أعلنت القيادة العراقية عن الانتصار على التنظيم وأنهته كاملة، إذن هناك لها ما بعدها من بناء للمدينة وهي مهملة. طيب معناها أنه لا يمكن أن كل ما يحدث من تفجير قالوا هذا التنظيم، أنتم قلتم انتصرنا وانتهى الأمر. لهذا السبب إذا لم تزل الأسباب فكل الاحتمالات واردة لعودة هذا التنظيم إلى المدينة، وهذا السيناريو أيضا وارد، واليوم يخير أهل المدينة بين هذا السيناريو وذاك الآخر السيء. إذن كيف تفسر أن المناطق التي تقول الحكومة الآن يوجد فيها خلايا نائمة أو خلايا بدأت بالنشاط مرة أخرى في الموصل من تنظيم الدولة بين قوسين داعش، علما أن هذه المناطق أو أغلب محافظة نينوى ومسيطر عليها من قبل الميليشيات والقوات الحكومية؟ اليوم كل فعل تقوم به الميليشيات موجود التنظيم وهو جاهز للاتهام وهو جاهز للتبني. لهذا السبب قائد عمليات نينوى صرح بذلك، القادة العسكريين صرحوا بذلك. حدثت عدة تفجيرات، صرح قائد عمليات نينوى نجم الجبوري قال أن هذا الفعل ليس من فعل التنظيم،
لهذا السبب أنه بقايا التنظيم هو مبرر لعمل تفجيرات وعمل جرائم داخل المدينة لإتهام هذا التنظيم، والتنظيم جاهز للتبني أيضا. شماعة تعلق عليه. شماعة تعلق. نعم. ولكن لا ننسى أنه مبرر عودة التنظيم من خلال عدم معالجة الأسباب هو وارد جدا، لأنه لم تعالج لا من أسباب اقتصادية ولا سياسية ولا مجتمعية. اليوم تتعالج المشكلة ليس فقط بالمعالجة الأمنية، لا تكفي ذلك، معالجة سياسية. أنت اليوم أقصد جميع أهل المدينة من أي تولي أي مسؤولية داخل المدينة. تصور داخل المدينة اليوم أهل المدينة لم يتولوا أي مسؤولية داخل مدينتهم نفسهم. طيب المشاكل الاقتصادية، اليوم المدينة دمرت، لا يوجد أي بوادر للبناء لا حاضرا ولا مستقبلا. طيب كيف راح تعالج؟ على ذكر موضوع البناء، الأمم المتحدة قالت أن المتفجرات الموجودة تحت الأنقاض هي سبب لعدم عودة النازحين إلى المدينة، وأيضا قالت فضلا عن أن هناك عدم إعمار للمدينة أصلا. وبالتالي هل تتحمل الأمم المتحدة جزءا من المسؤولية؟ الأمم المتحدة هي جزء من المشكلة، لأنه لو كانت ترفع تقارير بكل يعني بكل حيادية وبكل إنصاف ما كان الذي نحن عليه. اليوم الأمم المتحدة هي تروج لكل دكتاتور ولكل مكون مظلوم، وشفناها في سوريا وشفناها في ليبيا وفي اليمن وفي العراق كذلك. الأمم المتحدة جزء من المشكلة وجزء من هذا المشروع العالمي الذي يستهدف دولنا ومناطقنا. لهذا السبب الأمم المتحدة هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. طيب يعني إلى أي مدى الأمور الموجودة حاليا في العراق تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مع الحديث أن صبر العراقيين وصبر الشارع في العراق قد نفد؟ يعني شوف، حجم الظلم على العراقيين كبير، وأحياناً الظلم يكسر النفس. حجم الظلم كبير جداً بدون عوامل أخرى، ومنها أيضاً العامل الخارجي. نتكلم بكل يعني حيادية، لابد من العوامل الأخرى التي تساعد العراقيين. اليوم العامل الإقليمي هو داعم للحكومة ضد الشعب العراقي، وهذا وارد جدا. العامل الدولي هو داعم للحكومة وداعم لكل دكتاتور ضد شعوبها. لهذا السبب، لكن هذه الحالة لن تستدام. لكن على المدى القريب جدا حقيقة أنا غير متفائل. إذن الحل على المدى البعيد، على المدى البعيد ممكن. يا سيدي ماكو حل إلا الصبر على هذا الوطن، من أجل هذا الوطن، وإلا لابد من يحدث تغيير. ولكن التغيير أنا أتكلم أقول أنه على المدى القريب حقيقة هذا الأمر مستبعد، بسبب العامل الخارجي النظام الدولي، وبسبب العامل الإقليمي العربي الذي يدعم كل دكتاتور وكل انقلاب. نعم. شكرا لك سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذا الموضوع. شكرا لك.